هل تكون المشاريع الصغيرة ملاذا للسوريين في مناطق الحاجة ومناطق الحصار؟ الريف السوري فقد معظم المنشآت الصناعية بسبب الدمار الهائل الذي حل به الأمر، الذي أجبر معظم رجال الأعمال إلى نقل مشاريعهم إلى الخارج، وبقي العديد من العمال بدون عمل، وهناك حاجة كبيرة إلى امتهان المشاريع الصغيرة لتوفير المواد الضرورية من متطلبات الحياة لهم ولأسرهم، خاصة في مناطق محاصرة وتعاني كثيرا مثل مناطق الغوطة ومناطق درعا. وللتعريف أكثر عن هذه المشاريع والحاجة الكبيرة لدعمها، ينضم إلينا الدكتور شادي ضاضة، المدير التنفيذي وCEO لمؤسسة رحمة الإغاثية. صباح الخير دكتور شادي. صباح الخير أخت ليلى، صباح الخير لك وجميع المستمعين الأعزاء، حياك الله. دكتور شادي، كما أشرنا، هل تمثل المشاريع التنموية الآن تحديا آخر في مناطق تعرضت لدمار هائل وفقد معظم السوريين حتى احتياجاتهم البسيطة من الخبز من الطحين وغلاء فاحش في الأسعار، هل تشكل هذا تحديا آخر الآن للسوريين؟ والله هو بسبب طول الأزمة أخت ليلى، يعني نحن تغير المسار الإغاثي بالنسبة للداخل السوري من موضوع أنه نعطي سلة غذاء أو نعطي معاش ليتيم أو كذا، إلى موضوع أن يعني نعلمهم كيف يعتادون، وأيضا نملأ أوقاتهم بعمل. هذا العمل ممكن أن يكون عمل إنتاجي ولو كانت مشاريع بسيطة جدا. مثلا عندنا في مدينة الرستان الآن مركز بصمات الاجتماعي للتأهيل والتدريب المهني، هذا بيعلم الأخوات النساء الأشياء المهنية وشغلات حرفية ممكن يقوموا فيها، يفتحوا ورشات خياطة، ورشات أعمال يدوية، ممكن أنه يعني تساعدهم في تحصيل يعني معاش معقول أو شيء بسيط يساعدهم على تأمين احتياجاتهم. مشاريع مثلا مشاريع الإنتاجية الحيوانية اللي عنا إياها في درعا، بتعرفي يعني أهلنا في درعا أغلبهم هم يعملون في الأراضي ويعملون في تربية المواشي وكذا، فبسبب طول الأزمة لدينا أنه الملاذ الوحيد أنه نفتح بعض هذه المشاريع في درعا ونخلي الأخوة هناك يعملوا على يعني إنتاج شيء، تطوير شيء، وفضل الله يعني هذه المشاريع بدأت يعني تلاقي رواج لأنهم عرفوا أنه يعني موضوع الإغاثة الدائمة هذا شبه مستحيل. تماماً. لا بد أن يكون هناك حلول أخرى، يعني مثل ما بيقولوا في المثل الأمريكي إنه لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. تماماً. دكتور شادي، كما أشرت يعني المشاريع الصغيرة الآن ربما هي الحل في إنقاذ العائلات الفقيرة من خطر البطالة. نسبة تزايد البطالة في سوريا يعني خطيرة جدا مع ارتفاع كبير في المواد الغذائية، نحن لا نتحدث عن مواد ترفيهية، يعني مواد تكميلية حتى. والله شيخ شادي، يعني سمعت من ناس، خلينا نقول لك عنقود عنب، يعني خصلت عنب مثل ما بيقولوا، أو حقها أكثر من 1000 ليرة سورية، يعني حتى الفاكهة أصبحت للمقتدرين شيء ضرب من الخيال. الخبز أخت ليلى، الخبز يعني تعرفي أنت نحن الشعب السوري متعودين على أكل الخبز، يعني كل شيء نأكله بالخبز، فالخبز الآن أصبح أشبه بحلم في مناطق محاصرة مثل الغوطة الشرقية. عرفتي شلون؟ عندك 50,000 نسمة بالقنيطرة والقرى التي حولها ما في عندهم فرن خبز يأمن احتياجاتهم الأساسية يومهم، فلذلك يعني نحن بدأنا يعني نلتفت إلى هذه المشاريع. الحمد لله لا عندنا في القنيطرة مشروع فرن آلي، هذا المشروع
يعني ممكن يأمن خبز إلى ما يقارب حوالي 40,000 نسمة في قنيطرة والقرى المجاورة لها. وبفضل الله استطعنا تأمين المواد الأساسية وتأمين الطحين لهم لمدة سنة. فمثل هذه المشاريع يعني لابد أنه صار يعني نغير الخط الإغاثي تبعنا حتى كمان الناس هم أنفسهم اللي عايشين في هذه الضائقة حالتهم النفسية أصبحت جدا 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 سيئة، فلابد أنه كمان نخرجهم من هذه الحالة ونعطيهم أمل حتى يحس حاله أنه هو كمان يقدم شيء يساعد في شيء. هذه الأمور يعني أصبحت الآن يعني أشياء مفروضة علينا. طبعاً عم تحكي أنت بعد 7 سنوات من الأزمة. نعم من الأزمة. يعني الدكتور شادي لو حبينا نلخص أهم ونحن في نهاية عام 2017 أهم المشاريع الصغيرة الإنمائية التي رعتها منظمة رحمة الإغاثية، قلت أشرت لنا في فرن القنيطرة الذي سيخدم 50,000 تقريبا نسمة، وأيضا وفرتم الطحين لأهالي المنطقة. هناك أيضا كما علمت مشروع إكساء المدارس الشتوية، هناك أيضا مشروع إنتاج حيواني في درعا. هل تعطينا أهم تلخيص سريع أهم المشاريع الصغيرة الإنمائية التي تساهم الآن في إنقاذ العائلات الفقيرة في بعض المناطق؟ أكبر المشاريع التي نعمل عليها الآن هو مشروع الكساء الشتوي لطلاب المدارس. طبعا احنا عندنا مدارس منتشرة بالقطر وخارج سوريا مثل لبنان، هذه المدارس كلها سيتم تقديم كساء كامل للأطفال. بدأنا المرحلة الأولى الآن، هذا المشروع حوالي $1,000,000 يكلف لهؤلاء الطلاب. طبعا هذا أكبر المشاريع الأساسية لمنظمة رحمة التي تقوم به الآن ينفذ. باقي المشاريع الإنمائية الثانية مثل مشروع الإنتاج الحيواني في درعا، تربية المواشي الأبقار والأغنام، زراعة القمح، أيضا في الغوطة هناك مشاريع زراعية مشاريع إنتاجية. في الشمال السوري أيضا في الرستان عندنا هذا المركز، هو حقيقة مركز تأهيل مهني للنساء. في الشمال عندنا أيضا مشاريع لكن صغيرة ليست بهذا الحجم الكبير، مشاريع صغيرة ببعض القرى تساعد أهل هذه القرية على يعني تأمين مؤونتهم الأساسية من القمح والأشياء الضرورية الأساسية. أيضا مشروع المدارس يعني بشكل عام حوالي 14 مدرسة، مؤسسة رحمة متكفلة في هذه المشاريع. والأيتام طبعا ما يخفى على أحد يعني عدد الأيتام، كم تقدري عدد الأيتام الذين يعني فقدوا الأبوين أخت ليلى في سوريا؟ كم تقدري عدد الأيتام؟ يعني أعتقد أنه دكتور شادي العدد كبير كبير جدا، يعني كم يعني بمخيلتك؟ يعني أقول ربما 50,000 ربما. أخت ليلى عدد الأيتام من دون مبالغة اقترب من 1,000,000 يتيم في سوريا، هذا ما لا يعرفه كثير من الناس. من أول الأزمة إلى الآن يعني ما قلته صادم دكتور شادي. نحن الآن عندنا 1,000,000 يتيم في سوريا، وهذه الحقيقة التي يتغافل عنها كثير من الناس ولا يمكن أن يستوعبوها، لكن هي في الورقة والقلم وناس يعملون على الداتا في تركيا. وافوني بهذا الرقم الصادم جدا من أسبوعين، يعني أنا يعني ما استطعت أن أتحمل الوقع والخطب على أن يوجد 1,000,000 يتيم في سوريا، لكن هذه حقيقة. وسيقوم هذا المركز الذي يعمل هذا الإحصاء بموافاة الأمم المتحدة الأرقام والأسماء والجداول، لأنه في ظل وجود الفوضى صعب الحصر. لكن الآن أصبح
حقيقة يعني لم أتخيل أن يكون هذا هو الرقم. وأنا مثلك، أنا مثلك أعمل في الغلاء في الإغاثة من 5 سنوات، وأنا لم أتخيل أن يكون عندنا قريب المليون متين، لكن هذه أصبحت حقيقة، حقيقة، ولا بد للناس كلهم أن يعرفوا ماذا جرى في سوريا وما هو الخطر إذا ما توجهنا نحن المغتربين الموجودين في خارج سوريا لتقديم فرص، لتقديم حلول، لتقديم رعاية لحفظ هذا الجيل. نحن نشهد ضياع جيل بكامله، فهذه مشكلة كبيرة، وهذا هو التحدي الكبير الحقيقة الذي يحتاج إلى تآلف القلوب وتكاتف الأيدي من أجل إنقاذ. وهذا ما أتمنى بكرة أن تشاركنا تحديا أطلق له لمعرفة ماذا يحصل لأطفال سوريا، كيف يمكن لنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. دكتور شادي، نحن يعني لا نقول أننا سنوجد الحل السحري ما عجزت عنه دول كبرى، ولكن أن ننقذ 10 أطفال أفضل من أن نقف عاجزين، يعني هذا بتقديري أقل ما يمكن نقدمه، ونحن نستطيع أن نقدم أكثر. لذلك نتمنى أن تشارك غدا معنا، وإن شاء الله من نيويورك مباشرة في البرنامج، وتحدي أطفال سوريا. ليلى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني إذا إنسان قدم رعاية لطفل واحد بمبلغ $50 في الشهر وقال يا رب أنا هذا الذي أقدر عليه، هذا وكأنما أحيا الناس جميعا. يعني نحن مبتلين بهذا الموضوع، ولا بد أنه نواجه حقيقة ونقدم ما نستطيع تقديمه. يعني أنا أرى كل الأديان معنية بهذا المعنى، أنه أنا قد أختلف في طريقة تعبدي إلى الله، لكن كل الإنسانية تتوجه لمعنى إحياء الطفولة وإعمار الأرض، وهذا الغرض من كل الرسالات وكل الأديان وكل الاتجاهات. فلا معنى للإنسان من دون أن يقدم شيء للإنسانية، هذا الذي لا يقدم شيء للإنسانية هو قد فقد إنسانيته أصلا. فنحن نريد يعني من خلال المنبر الإذاعي عندك نسلط الضوء على هذه المعاني، وأن نحض الناس. يعني اليوم في جهود كثيرة تبذل لمحاربة الإرهاب، طيب كيف تحارب الإرهاب في بقعة من الأرض فيها مليون يتيم؟ هؤلاء ماذا؟ قد يتحولوا إلى نواة الإرهاب. صحيح. إرهاب العالم كله. صحيح صحيح. من المعني بأن يعالج هذه الظاهرة؟ نحن المعنيون، نحن الناس أصحاب الثقافات وأصحاب الطبقات التي تملك الثروة، لابد أن نتجه هذا الاتجاه أجل أن نسد هذه الثغرة التي قد يعني الآن أنا أقول لك ممكن أن نقدم شيء، لكن إذا تسلطت عليهم الأيادي الشريرة وخضعوا لأجندات لا نعرف من يصدرها، ممكن أن يكونوا كارثة على العالم بأجمعه. دكتور شادي، يتبقى لدينا أقل من دقيقة، أريد أن أطلق نداء أيضا عن طريق صوت العرب من أمريكا. هناك نقص كبير كما أشرت لنا في أغطية الشتاء وسليب باكس، من فضلك تعطينا في أقل من دقيقة هذا الموضوع وكيف يمكن لنا أن نتفاعل معه. طبعا إلى الآن في أناس إلى الآن هم موجودين في الخيام، هؤلاء يعني يحتاجون إلى كسوة شتوية، نقدم لهم الحرامات، البلانكيت، نقدم لهم أكياس النوم هذه. طبعا بيقول واحد أنه عطينا الخيام السنة الماضية، طبعا هذه بسبب أنها تستهلك، لأنها صحيح. يعني تستهلك بسرعة، فلابد من كل سنة أن نعطيهم هذه الكسوة. ففي عندنا نقص وعوز شديد جدا. فنحن في مكتبنا في بيفرلي هيلز 13 ماي مع جرينفيلد هنا في ميشيغان. تعطينا رقم التواصل لضيق الوقت دكتور شادي، هل تعطينا الرقم؟ وسوف أتابع أنا هذا النداء إن شاء الله يوميا للتواصل مع مستمعينا. ما هو الرقم للتبرع بأقل ما يمكن، يعني غطاء يقي حر برد الشتاء؟ ما هو الرقم دكتور شادي؟ 248-566-3111
248-566-3111. أشكرك جزيل الشكر دكتور شادي زازا مؤسس منظمة رحمة الإغاثية. نعود معك غدا إلى تحدي أطفال سوريا وأطفال العرب، كيف يمكن أن نقيهم من الانخراط كما أشرت لا سمح الله في مجهول مستقبلهم. غدا لنا لقاء أيضا معك دكتور شادي، إلى اللقاء إن شاء الله. حياك الله، بارك الله فيك أختي.